كابتن احمد عيد هنرجع تاني للمنتخب، بس خلينا ادخل على المنتخب الاولمبي. شفت ماتش النهارده ازاي؟ ما شفت اللي هي نتيجه ايجابيه في الاول، ضيعنا فرص كتير الشوط الاولاني ما قدرتش تستغلها، كانت ممكن تسهل وتعمل لك سكور بشكل كبير. يمكن الشوط الاولاني اللعيبه الفراوده او الثلاثه اللي بيلعبوا قدام ابراهيم عادل وميسي واسامه كانوا الثلاثه كانوا متسرعين شويه. ولسه بتكلم انا وسيد جوه بنتكلم في ان الراجل كويس اللي هو ما تسرعش وطلع او خرج عمل تغييرات بسرعه، ويعني اول تغيير عملها في الدقيقه 60 وكانت تغييره ايجابيه بالنسبه لي، يعني اللي هو قدر نزل احمد عاطف يحط حد في الحته الهجوميه ويطلع جهاد من نص الملعب عشان يلعب باثنين ارتكاز، وكمان الاثنين الارتكاز اللي بيلعبوا عندهم الحته الهجوميه اكتر من جهاد اللي هو كمان. كوكا وشحاته. يعني انا كنت متخيل اللي هو هيسيب جهاد ويلاعب واحد فيهم وينزل حد في الحته اللي قدام، بس هو يعني مشيت معاه بشكل كويس. هي مغامره برضه، هي مغامره طبعا، هو مشيت معاه بشكل كويس. يعني لو في حد في نص الملعب في زامبيا تقيل كانت هو مشكله. الشوط الثاني كمان كان عندهم بعض الخطوره علينا في الحاجات اللي بتقع على ال 18 اللي كان جهاد الشوط الاولاني بياخدها كلها، فالحاجات اللي بتقع على ال 18 شوتنج وحاجات بلوكات اتعملت بشكل كويس يعني من الديفنس الشوط الثاني. لكن في الاخر يعني النتيجه مقبوله الصراحه بالنسبه للعيبه، اغلبهم ما فيش مشاركات. انا بالنسبه لي النتيجه مقبوله، ما فيش مشاركات بشكل كبير، انت بتتكلم في اثنين ثلاثه اللي بيلعبوا بشكل اساسي، منهم اسامه بس، منهم حسام، واسامه بيشارك على فترات، وابراهيم عادل اللي يعتبر، وميسي، هم دول اللي يعني الباقي يعني كله. محمد طارق ما بيلعبش اساسي، اشرف ما هو محمد ممكن اشرف جهاد مش كمان اساسي، بيلعب اساسي، جهاد بيلعب بشكل وشحاته اساسي. بيتهيألي لا شحاته بيلعب شويه على فترات برضو، يعني الاغلبيه حتى التغييرات اللي بتنزل يعني ما حدش بيشارك بشكل. انا شايف ان ابراهيم هي عادل حتى ما بيلعبش اساسي. النتيجه مقبوله، هي نتيجه مقبوله للمنتخب، والاداء مش احسن حاجه بس برضو مقبول، يعني انا بالنسبه لي مقبول على الفترات الراحه اللي موجوده كلها للعيبه، ما بيلعبوش بشكل اساسي في اي حته، وحتى الماتشات اللي قدام الماتش الودي ما قدرش يلعب بالتشكيله اللي بدا بيها، لعب بقى شوط الماتش اللي فات كان بيلعب يعتبر بنفس الشكل، لعب بهم شوط عشان لا تغيير او اتنين بس اللي عملهم في الشكل الاساسي النهارده. النتيجه كويسه وكانت ممكن تبقى اكتر من كده، كانت تريحنا اكتر، والماتش اللي هناك على فكره هيبقى صعب جدا. يبقى صعب جدا طبعا. كابتن سيد راضي على الاداء النهارده؟ راضي، خصوصا لو سالتك انه الراجل عايز يلعب كوره فعايز يبني من تحت، مش عارف اللعيبه حتى الباكات مش مساعداه. يعني بغض النظر عن الشوط الاولاني، يعني الشوط الثاني للفرقه افضل بكتير، انما الشوط الاولاني يعني ما يعني اداء جوه الملعب، لا كان معظم اللعيبه متسرعه، باصات كتير غلط، تحركات كلها غلط، حتى زياده العدديه في الناحيه الهجوميه ما كانتش موجوده الشوط الاولاني، مع ان المفترض ان انت يبقى الشوط الثاني عندك الزياده دي موجوده من بدايه المباراه. زي ما بيقول عيد يعني النقطه اتكلمنا فيها، ميكالي افضل حاجه عملها النهارده انه كان عنده صبر، يعني ممكن اي مدير فني عادي جدا على فكره لو خرجت الثلاثه اللي قدام بين الشوطين طبيعي بناء على مستواهم خلال الشوط الاول، ان هو كان عنده صبر عليهم، يعني برضو ده عشان سبب معين، ان هو ممكن ما عندوش البودله اللي على نفس الكفاءه بتاعتهم او بنفس المستوى بتاعهم او ما بيشاركوش زيهم، فهو صبر عليهم شويه. فالشوط الثاني ابراهيم عادل من افضل اللعيبه اللي كانت موجوده خلال الشوط الثاني، تحركات الفرقه فرقت بشكل كبير، الناحيه الدفاعيه فيها مشاكل، يعني انا شايف نتيجه 2-0 فايده كبيره جدا لمنتخب مصر، لان حتى لو 1-0 كانت المباراه اللي هناك هتبقى صعبه صعبة جدا جدا. في ظل الناحيه الدفاعيه، يعني هو ميكالي لازم يفكر من النهارده ان يزود واحد من المدافعين، يلعب بثلاثه، مش عيب ان انت ثلاثة تلعب سرد باكات يلعب ولا بثلاثه يعمل تحفظ اكتر في نص الملعب. لا انا شايف ان انت لازم تلعب بثلاثه، النهارده المساحات في بين السرد كانت باكين باينه، كانت باينه كتير جدا، وخصوصا ان هم ما بيطلعوا الكوره كتير باصات غلط، فان انت الكوره بتبقى مع فرقتك يتعمل باص غلط تلاقي واحد رايح انفراد، يعني فرقه زامبيا لو عندهم خطوره وحسام عم بيجيد في لو الاول عندهم غلط غلطه لو صعبه جدا. عندهم خطوره وصبر على الكوره، يعني هم برضه خلي بالك فرقه زامبيا اللي نفعنا النهارده ان هم الاربعه اللي قدام متسرعين جدا، يعني اي كره عايز يروح بيها سبرنت، عايز يروح في مساحه، انما لو عنده صبر ومشي بالكره وراح واحد ضد واحد هيعدي. فيعني فالماتش هناك هيبقى صعب مش سهل، فاتمنى ان هو طريقه اللعب بس هي لو اختلفت، لان طبيعي جدا ان انت المباراه دلوقتي عارف احتياجاتك ايه، عايز تتعادل، عايز تخرج حتى خسران 1-0، اهم حاجه النتيجه ما تعديش 2-0، فانت قفل الماتش وخلاص، فانت امشي بيه بمجريات، والشوط الاولاني لو عدى والنتيجه 0-0 هتلاقي مساحات، هتلاقي المرتدات بتاعتك عندك مساحات كبيره جدا. يعني كابتن احمد عيد، هل في الاسماء دي حد تقدر تقول ان فيتوريا ممكن يفكر فيه ولا لسه؟
يعني بتكلم على التشكيل النهارده اللي لعب المباراه، يعني حمزه علاء، محمد اشرف شمال، عيد يمين، حسام عبد المجيد وطارق قلب دفاع، كوكا وجهاد وشحاته نص ملعب، ابراهيم عادل وسعد طرفين، واسامه فيصل المهاجم، ونزل احمد عاطف وعربي بدر وعماد ميهوب وعبد الرحمن عاطف ومحمد مغربي. هل في حد في الاسماء دي لفت نظرك لدرجه انه ممكن فيكتوريا يكون بيتفرج النهارده يقول ده انا في البلان بتاعتي او المعسكر الجاي ممكن اضم حد من دول بصراحة؟ هو يعني اللي قريب بس ما اعتقدش عشان مكانه برضه ناس زي ابراهيم عادل، يعني ابراهيم عادل قريب، ويعني حتى لعبه مختلف شويه عن الهافات اللي موجوده في المنتخب الاول، يعني اللعيبه اللي موجوده الكبار اللي موجودين في المنتخب الاول ده مختلف عنهم شويه. يعني ممكن يلعب، بيخش يلعب من جوه الملعب كتير وبيبقى قريب للجون، ما بيلعبش على الخط كتير قوي. في اغلبيه الهافات اللي عندنا اللي بيلعبوا ناحيه الليفت بيلعبوا على الخط، اذا كان مثلا زيزو، مرموش، تريزيجيه، اي حد، حتى لو رمضان موجود، حتى عبد القادر، فهو لعبه مختلف. بس اعتقد في وفره كتير في المكان دوت في المنتخب الاول، فما اعتقدش ان هو هيبص لحد في الفتره دي خصوصا. يعني مفيش حد لافت نظرك لدرجه تقول ان فيتوريا هياخده؟ لا بصراحه لا، ولازم نبقى عارفين كده، اللعيبه نفسها تبقى عارفه ان هو عشان خاطر مدير فني المنتخب يفكر فيه، ده محتاج مجهود كبير من كل اللعيبه. كمان انت بتتكلم على الاسامي اللي موجوده في المنتخب الاول، يعني في المكان ده كمان لعيبه برضو يعتبر مش سنهم مش كبير. انت بتتكلم في لعيبه صغيره تبقى موجوده، يعني مثلا ممكن زيزو تلاقيه بيلعب في المكان ده، تلاقي تريزيجيه موجود، عبد القادر موجود، لسه رمضان صبحي، رمضان صبحي، يعني مكان كتير. الناحيه الثانيه صلاح وممكن زيزو يلعب، ومصطفى فتحي، وعلى فكره طاهر بيلعب في الحته دي، وطاهر ممكن يبقى موجود لو موجود في المكان برضو. فالموضوع لا اعتقد، لا ما فيش، يعني انا بالنسبه لي حتى اللي شفته النهارده لا ما اعتقدش ان حد حتى الفتره اللي جايه، الا اذا هم استمروا في التصفيات وراحوا البطوله نفسها وحد تالق بشكل كبير وبتاع يقدر يكمل زي المجموعه اللي هي كانت مع كابتن شوقي غريب، بدا الناس بتلعب بشكل كبير. انا بس في حته المنتخب الاول، يعني حته الباك ليفت انا اعتقد اللي هو هيبدا بمحمد حمدي، عشان هو الراجل ما بيغيرش كتير وهو كان بيلعبه الفتره اللي فاتت. ما انا هنرجع للمنتخب الاول دلوقتي، عندنا كلام كتير عنه، بس انا هختم على المنتخب الاولمبي. ميكالي مديك انطباع ولا لسه؟ يعني ده انطباع من ناحية ان هو مدرب صبور، فده شيء كويس. النهاردة في مباراة النهاردة، مباراة النهاردة مختلفة عن الماتشات الودية اللي كانت قبل كده، حتى ماتشين اسواتيني لو تفتكر اللي هو تعادل واتعادلنا هناك وكسبنا هنا واحد، وكان الاداء ما كانش احسن كويس. النهاردة الشوط التاني يعني احسن شوط للمنتخب الاولمبي من ساعة من وجود ميكالي. النقطة التانية ان هو راجل برضو عنده فكر، عنده فكر، ما لقى الامور مش متظبطه طلع واحد من نص الملعب وزود في الناحيه الهجوميه، وده الطبيعي في الكوره، مباراه على ملعبك فلازم تعمل كده. فانا شايف ان النقط النهارده كلها جريء شويه، اديك احساس انه جريء شويه، هو طبيعي هيبقى جريء. خلي بالك ده كان ماسك منتخب البرازيل، انت عارف يعني ايه واخد دهب. كمان انت يعني اللي ماسك منتخب البرازيل ده هو اصلا هم بيلعبوا كره هجوميه بحته طول الوقت يعني يعني انت سندباك مهاجم اصلا، وهو كان معاه مين؟ كان معاه اساطير نيمار يعني واخواته. فانت بتتكلم ان هو يعني مش هتيجي تقيمه من ناحيه ان هو بيدافع او لا، ده هو يعني عاش الكره اللي هي للمتعه اصلا يعني انت فاهم، فهو راجل هجومي بحت يعني. فهي النقطه ممكن الظروف تجبره على اللي بيعمله النهارده، ان هو يلعب بثلاثه نص، يعني انت انطباعك عنه امكانيات اللعيبه بتخليك تعمل كده، انطباعك عنه النهارده ايجابي؟ ايجابي جدا، بدليل المكسب. خلي بالك ان انت برضو فرقه زامبيا احنا بنقول ان عندها مشاكل كتير، بس في نفس الوقت برضو فرقه مش وحشه، يعني مش فرق مثلا مستوى ثالث يعني. يعني قريبه ورحت للجون كتير قوي، وخصوصا ان كل لعيبتك معظمهم 90% منهم ما بيلعبوش اصلا ماتشات، وتجمعاتهم قليله جدا. فانا شايف ان النتيجه النهارده ايجابيه بشكل كبير. النقطه اللي انت سالت فيها عيد على مين فيهم ممكن المنتخب الاول، انا بشوف الاربعه الديفنس عندهم فرص، ما انا بتكلمش على الماتشات دي، عندهم خلال الثلاث سنين الجايين عندهم فرص يكونوا موجودين في المنتخب الاول. عندك الباك ليفت فتوح وحدي، بس سرد باكين دول الاماكن اللي في منتخب مصر اللي لو لقيت فيهم حد فعلا عنده هيركب يعني في الاماكن اللي فيها منافسه. يعني انت لو باك رايت كويس في المنتخب الاولمبي ومشي بشكل كويس مع الفرقه ممكن يعني ينافس بطول السلامه مع هاني، ممكن ينافس بطول المنتخب الاول. ليه؟ هو هاني بقى له فتره بعيد عن المنتخب، هشام صلاح لسه رايح المنتخب، فانت مزبوط. هيبقى ايجابيا بالنسبه لك ان انت لعيب دولي،
تمام، لعيب موجود في المنتخب، فدي فرصه بالنسبه فرصه لي. كبيره. الباك ليفت انت برضه باستثناء فتوح الفتره الاخيره انت عملت بتغير في المكان ده كتير جدا. سيرد باكين انت حجازي وعبد المنعم موجودين، بس لو في حد هيدخل هيدخل معاهم وهينافسهم وهيكون موجود. يعني نفس الانطباع الميكاني عندك ايجابي؟ اه طبعا انطباع ايجابي جدا. هو الراجل شكله يعني حتى الكرة بتاعته هجومية. انا بتكلم في حتة بقى السيد كان بيتكلم من شوية في اللي انت يبقى عندك ديفوهات في حتة الديفنس، واحنا ممكن نزود واحد. هو الماتش هنا هيبقى مختلف، يعني هناك هيبقى مختلف عن هنا شوية. انت هنا بتحاول تبني والناس اللي تحت مش مساعدينك الصراحة في حتة بناية اللعب، فهناك الماتش هيبقى مختلف. لكن هو الراجل بالنسبة لي أنا شايف اللي هو يعني أدى ماتش بشكل كويس بالنسبة برضو للظروف اللي هو فيها، محدش بيشارك بشكل أساسي، ونتيجة الماتش نتيجة إيجابية 2-0، وبتلعب منتخب برضو منتخب مش قليل. ورحت النهاردة الشوط الأولاني للمرمى كتير والشوط التاني رحت للمرمى كتير الصراحة. يعني النتيجة ممكن كانت تطلع مثلا 3-4 كمان يعني في مضيعين احنا بصراحة. فانطباع إيجابي جدا عن الراجل الصراحة. طب نروح لفيتوريا، وانت كنت بتتكلم ان هو هلا بمحمد حمدي مش احمد فتوح. انت لو تفتكر اخر ماتشات هو الراجل كان بيلعب بمحمد حمدي، حتى فتوح كان موجود ماتش بلجيكا وماتش والماتشين الماتش اللي كان في اسكندريه او كان تقريبا ماتشين في اسكندريه هو لعب بمحمد حمدي، بدأ بيه واشتغل بيه وكان فتوح موجود.